شنو هادشي؟ اش بان لك؟ وصلنا لهاد الحد؟ انت اللي وصلتينا ليها. كيفاش انا؟ واش انت على تخربيقه كديري هادشي كله؟ الا انت كتبان لك تخربيقه، انا كتبان لي شي حاجه كبيره. اها وباغي تضربي هاد السنين ديال الزواج كلها في الزيرو. قولها لراسك. واش انا اللي صيفط لك الطلاق؟ عندك الحق، انا اللي صيفط لك الطلاق ولكن انت السبب فيه. كيفاش بسببي انا؟ ديما كتزيدي فيه بزاف. صافي يا رشيد، الا كنزيد فيه ما بقى عندنا ما نهضروا. بسلام ليلى. بعد مني يا رشيد، ما فيها ما نهضر. تبقى تقول لي كتكبري الموضوع، ما فيها ما نهضر معاك. ليلى اوكي اش صافي اوكي اسمعيني، انا نهضروا بشويه ولا هوات. كنسمعك، شنو باغي تقول؟ ما بان لكش الطلاق بزاف، بغات تفرقي العائله كلها. عائله؟ فين هي هاد العائله اللي ما كتجلسش معاهم، ما كتعرف مالهم، ما كتعرفهم اش كيديروا، ديما مشغول، ديما مبرزط، ديما عندك المشاكل، ديما خدام. لحقاش خصني نخدم؟ بغيتي نجلس معاك في الدار؟ هادشي كنديرو على قبلكم. كنخدم اه باش تكوني انت مزيانه، انت والولاد، ما تخصكم حتى حاجه. عرفتي هادشي كنتي كتقولوا لي شحال هادي كتاثر عليا بيه وكتلعب بيا؟ راه كاع الناس عندهم خدامي، ماشي غير انت. ليلى ماشي بحال هكا كنا كنحلوا المشاكل ديالنا. عمرنا ما دزنا بشي مشاكل ما كتسالاش بحال هادي. واش دابا المشكل هو ما كنجلسش معكم في الدار؟ هادي وحده من المشاكل. عندي واحد الدوسي قد هكا. شنو هو هاد الدوسي؟ شنو درت؟ واخا باغ اكزومبل انك جريت عليا من الباك على ودك خيتنا اللي عندك في الخدمه. ولا ولا ليلى، انا قلت هاد الموضوع هضرنا فيه وتفهمتي. هذيك السيده جيرون ديال البارك ما عندها حتى علاقه بالمشاكل ديالنا. وحيت هي جيرون ديال البارك تجري على مرتك على ودها. ما جريتش عليك، ما جريتش عليك يا ليلى. اوكي، إذا كان هذاك هو المشكل انا مستعد نعاودو نهضرو في الموضوع. لا انا ما مستعداش، حيت هذا ماشي لعب ديال الدراري صغار، غادي نطلقوا وسالات الهضره. اوكي شوفي، غير بردي دابا وتتبغي تهضري ونهضرو. هذا الموضوع ديال الطلاق نسيه، والهضره مازال ما سالات. لا الهضره سالات والموضوع الطلاق غنطلقوا. اوكي. سمعت كلشي، غتفارقوا؟ علاش؟ وحنا ما فكرتوش فينا؟ بنتي ما تقوليش بحال هكا، ما عمرنا نفرطوا فيكم، نتوما ولادنا، غير كنتناقشوا انا وماما. خصني ضروري نجاوب، واخا سمحي لي بنتي. ما تبكيش ما تبكيش.